يعطيك العافية. هسا بدي احكي عن الانتي ماسكارونكس. طبعا اول اشي بدنا نعرف شو مين هاي البنت. هاي البنت اسمها اتروبين. اتروبين هو دواء انتي ماسكارونيك بيعمل انكريزد هارت ريت وبيعمل بيبل دايليشن وكمان بيعمل هارت بلوك، بشيل الهارت بلوك. هل هذا معانا بالسادات؟ ما بعرف صراحة، ناسي. بيعمل بيبل دايليشن، شايف هاي العين كيف وسعت، بيبل دايليشن وكمان انكريز هارت ريت. تمام. عندي برضو الوردة، هاي هي مصدر طبيعي اسمها وردة البلادون، هاي مصدر طبيعي للأتروبين. وبرضو هاي الجيمسون ويد، هذا برضو نبتة مصدر طبيعي للأتروبين. فممكن يعني زي ما قلنا في الحلقة السابقة انه يجيك مثلا اوفر دوز، او مش اوفر دوز، يعني يكون متعرض لهاي الوردة، او واحد شارب اشي ويجي معاه اعراض الاوفر دوز بالأتروبين. فانت لازم، احنا حسب لو انت دارس هاي بتعرف، لو انت دارس المحاضرة الحلقة اللي قبل هاي بتعرف شو لازم تعطي. يلا نكمل. هذا شو قصة الزي البحارة؟ هو سكوبال امين. سكوبال امين، شو سكوبال امين؟ هذا اعتبره زي البحارة، سكوبال امين. تمام. شو بعالج لي؟ بعالج لي السي سيكنس، دوار البحر، اللي هو سي سيكنس، بعرف شو بالعربي، او الموشن سيكنس. يعني سكوبال امين بعالج الايش؟ الموشن سيكنس. طب شو قصة السي ان اس هات، هاي الطاقية؟ بقول لك يا سيدي عزيزي انه انتي ماسكارينكس كان بنتريت ذا بلاد برين بارير، فبالتالي حيعمل لي افكتس في السي ان اس على الام 1. ليش؟ انه الام 1 في الدماغ، فبالتالي لو فات هيأثر على الام 1 ويعمل لي افكتس في السي ان اس. تمام. طب شو هاي الكاتربيلر؟ هاي اسمها كاتربيلر، يا يرنقة يا شرق، يا شرنقة يا يرقة بالعربي، بعرفش. اللي هي كاتربيلر، واحدة بتأرجل، كاتربيلر بتأرجل، كيف ليش بعرفش، بس انه بدك تستنتج من اسمها الكاتربيلر، بدك تستنتج دويان. اول دواء اللي هو ابرا تروبيوم، وثاني دواء اللي هو التيوبرو تروبيوم. طب شو بيعمل هذول الدويان؟ بيعملوا برونكو دايليشن، بيوسع القصبات تمام. وكمان فبالتالي حيكون علاج للسي او بي دي، اللي هو كورونري اوبستراكتيف بلمونري ديزيز. تمام. هسه يا سيدي رحنا على المصفات، على الباركينج سنتر. الباركينج طبعا شو حيذكرك؟ باركنسونز، معناته هذا اللي حنحكيه هسه، الدوايين هذول بيعالجوا الباركنسونز. وكمان في السنتر، يعني السنترال نيرفس سيستم، يعني حيأثر على الايش؟ على الام 1. تمام. اول دواء عندنا يا سيدي العزيز، واحد مع سياره مرسيدس بنز، بنزوتروبين او بنزوتروبين، هذا حيعالج ايش؟ الباركنسونز بس. وهذا تقريبا الاشياء اللي معنا. وانا طبعا ما بشرح يعني شامل، بشرح الاشياء يعني خلينا نقول 70%، فبدك ترجع على السايتات وتقرا شو الاشياء. ضايل طبعا النان دي بولرايزنج انتي ماسكرونيك اللي هي التوبكارارين والساكسينيلكولين، فهذول اقراهم من السايتات، انا مش هشرحهم هون لانه بدهم شرح توقع. ويعطيكم العافيه.